إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن متلازمة راي. متلازمة راي ربما كانت قد سمعت في السابق أنه لا يجب إبداء إعطاء الأسبرين للأطفال أو المراهقين، والسبب في ذلك هو أن متلازمة راي يمكن لهذا المرض الذي يهدد الحياة أن يصيب الأطفال الذين يتناولون الأدوية التي تحتوي على الأسبرين خلال إصابتهم بمرض فيروسي. أيضا الأعراض هذا المرض تشمل على تغيرات جذرية في السلوك، وأيضا نوبات الصرع والقيبوبة. ولقد أصبحت متلازمة راي نادرة جدا منذ أن تم إطلاق التحذيرات بشأن إعطاء الأسبرين للأطفال. من المهم التأكد من ضد هذا المرض، لأنه في وقتها كان خطير جدا جدا بسبب هذا الفيروس الخطير، فيروس راي. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.